انت فينك؟ بتصل بيكي بقالي ساعة. في ايه يا لؤي؟ بتتصل بيا 5 مرات في وقت واحد. ايه؟ روشتني. روشتك؟ ايه اللي انت بتقوليه ده؟ ده بدل ما تقولي لي سوري على انتقاط عليك ساعة. سوري؟ سوري على ايه؟ اتأخرت. فيها ايه؟ ايه المشكلة يعني؟ ايه الوش اللي انت مديهولي ده؟ مالك فيها سوسو؟ مفيش. لا في طبعا. بس اهدي اهدي اهدي. قلت لك مفيش يا لؤي. طب اهدي بس شوية. اشربي الاول. لا يا اخويا مش عاوز اشرب حاجه. انا ولا عايز اشرب ولا عايز اكل. انا شويه وماشي. مالك يا سوسو؟ مالك بقيتي ويرد قوي ليه كده؟ بص بقى يا ابن الناس، سيبك من حكايه حبي وحبك، ما تاكلش معايا. هو ايه اللي ياكل وايه اللي يشرب وايه اللي انت بتقوليه ده؟ زي ما سمعتني دلوقتي، انا مش بتاعه حب. انا لو سبت نفسي للحب هقعد في البيت، مش هلاقي العيش الحاف لا انا ولا اخواتي. ايوه يا سوسو بس انا بحبك. فكك بقى من الحوارات دي يا ابن الزواج. سلام. اصل هتاخر. متر. ميرسي قوي يا فؤاد. انا مش عارفه من غيرك كنت عملت ايه. كل الناس في محنتي سابتني، مفيش غير انت فضلت واقف جنبي وما سبتنيش. وهفضل طول عمري جنبك في اي حاجه تحتاجيني فيها يا بنت. كفايه كده. هاي حبيبي. هاي لؤي. حرام عليك يا نيكي. اخوكي جه اهو. ممكن ما تخافش قطتي الجميله. في يا استاذ فؤاد؟ لا في بجد حقيقي والله. يعني هو انا كل مخرج واجي الاقي قاعد القعده دي؟ عيب يا ولد عيب. معلش يا فريده سيبيه، ده برضه زي ابني. انا مش ابنك وانت مش ابويا. ثم انا ما اعرفش ايه اللي بيجيبك هنا اصلا. ليه بس كده يا لؤي؟ ليه؟ ده انا بحبك. يا سيدي وانا ما بحبكش. يا قليل الادب يا عديم الربايه، هتفضل طول عمرك مستهتر كده؟ معلش يا فريده. معلش اهدي. ده لولا وقفت اونكل فؤاد جنبنا كنا اتفضحنا. اهي وقفت اونكل فؤاد جنبنا دي وقعدت له قعده السوداء اللي انا كل ما اجي الاقيها قاعدها لي دي هي اللي هتفضحنا. انا ماشي. في 60 داهيه. اهدي. انا هعصب وهدي. لؤي استنى معايا. عايز ايه؟ اسمع لؤي، انا عايز اتكلم معاك كلمتين مان تو مان. عايز اعمل معاك ديل. اولا يا ريت تتعامل مع والدتك بطريقه احسن من كده. طب سيب ايدي. ثانيا يا ريت تتعامل معايا انا كمان بطريقه الطف من كده. بقول لك سيب ايدي. واضح انك اتدلعت قوي. ابوك دلعك على الاخر، بس انت خلاص كبرت ودلعك بقى ماسخ ومرق. اسمع، لو ما تعاملتش مع والدتك بطريقة ألطف من كده انا هخلي شكلك مش لطيف قدام والدتك وقدام اختك. لآخر مرة بقول لك سيب ايدي. شوف يا استاذ فؤاد، انت مالكش كلام عليا. انت مالكش كلام معايا اصلا. ومفيش ديل ممكن يحصل ما بيني وما بينك في يوم من الايام. اما بالنسبة لابويا فسيرته ما تجيش على لسانك. فاهم؟ اهلا. ازيك يا لولو؟ اتخليتي فيها لولو؟ هو ليه يا سوسو كل ما اديكي ميعاد تتاخري عليا بالشكل ده؟ على فكره انا ما رضيتش ازعل منك المره اللي فاتت مع انك كنت اجريسيف قوي معايا، لكن قلت يلا كله يهون عشان خاطر احلى عيون في الدنيا دي كلها. ما انت عارف اني مشغول مش فاضي. يا بنت مش معانا الحركات دي. اصل انا جو الكافيهات ما بياكلش معايا. لما تعوز تشوفني انت عارف هتلاقيني فين. يا بنت انا ما بروحش لحد، الناس هي اللي بتجي لغايه عندي. والله العظيم يا سوسو لولا انك غاليه عندي وبحبك ما كنت كلمتك بعد اللي عملتيه معايا المره اللي فاتت. يوه، ما قلنا بقى فكك من كلام الحب وشغل الطلبه ده. انا ابويا عيان مش لاقي اعمل له العمليه. انت ازاي بتتكلمي معايا كده اصلا؟ تنسيتي نفسك ولا ايه؟ انت بنت، انت حته ركلام اجيبك باشاره من صباعي. بس الغلط مش عليكي، الغلط عليا انا اني رضيت اصغر نفسي مع الاشكال دي. على اذنك. ايه
لما دخلت المشرحة عشان أشارك في غسل أمي وتكفينها جاتلي حالة، فضلت أصرخ أصرخ وأقول لهم محدش يلمسها، أمي عايشة ما ماتتش. بعد كده ما حسيتش بالدنيا، وقعت من طولي، ولما فقت لقيت نفسي في المستشفى على سرير ومعلقين لي جلوكوز. لما سألت على أمي قالوا لي ماتت واتدفنت من يومين. بس يعني أكيد أهلك جابوا بالواجب. أنا يا أهل فيهم، أنا أمي مقطوعة من شجرة، وعشان كده أهل أبويا ما كانوش راضين بجوازه منها، كانوا متبريين مننا. برغم إن هما غناي ومعاهم ملايين، عمرهم ما فكروا يبعتوا لها 1000 جنيه عشان تصرف منها كل شهر ولا تاكل حتى منها. أمال مين اللي دفنها؟ أهل الخير دفنوها في مدافن الصدقة. طب ما أنا أبويا اتقتل قدام عيني وما خدتش عزيز لغاية دلوقتي. ربنا يخليكي بكفاية نغم. بقول لك إيه؟ ما تيجي نشرب سجارتين يخرجونا من المود ده؟ انت معاك مخدرات؟ مخدرات حد الله، دي حته حشيش لقيتها تحت السرير. حته حشيش لقيتها تحت السرير على اساس انها يعني بزراعه وحشيش تحت السرير. امسك يا دين، احنا مش ناقصين نكد. قول امسك، امسك شرب. مين؟ بقولك يا شفيق، اخبار الواد طلعت ايه؟ ولا اعرف عنه اي حاجه، فص ملح وداب. هيروح فين يعني؟ ما هو هيرجع يعني هيرجع. جرايه طالبه، انت مهتم بالواد ده قوي ليه؟ ما ان شاء الله عنه ما رجع يا اخي. انت قاعد هتفضل خايب كده على طول؟ الواد ده مكسب، ومكسب كبير قوي كمان. يا عم مكسب في ايه بس؟ ده عيل سيس ولا ليه اي لازمه. جرايه شفيق، هو انت اللي بتشتغل عندي ولا انا اللي بشتغل عندك؟ انت تقب وتغطس وتجيب لي الواد ده من تحت تقطيق الارض، فاهم؟ العفو عليك. كنت فين يا زينب؟ طب خش دلوقتي وبعدين نتحاسب. فيه يا طالبة؟ انت هتترسم عليا قدام صبيانك ولا ايه؟ وبعدين يا اخويا انا مش صغيرة، ولما تحب تسألني سؤال زي ده ما يكونش حد غريب موجود. الله يسامحك يا ست زينب، انا غريب برضه، ده انا وطالبة اخواته متربيين سوا. بعيد عني يا اخويا. طب خش دلوقتي، انا هعرف اخليك تكلم اخوك الكبير ازاي؟ هتشوف يا زينب انا هعمل فيك ايه؟ ماشي. اللي احنا كنا بنقول ايه يا طالبة؟ كنا بنقول نتمشى فرنج يا حبيبي. يلا. ايه؟ يعني هوينا. يلا يا بابا. ماشي. يلا يا شفيق. ماشي يا طالبة. يلا يا حبيبي. انت بتقول ايه بقى يا بت؟